حديث عن هذا الموضوع نربط الاتصال عبر تطبيق سكايب بالمحلل الأردني معتصم يونس مباشرة من الأردن. أستاذ معتصم مساء الخير. بداية، سياسة الكيل بمكيالين واضحة جدا عند الهيئات الكروية وحتى الرياضية. شهدنا حروبا وعدة اعتداءات وانتهاكات، لكن لم تكن مواقف مثل التي شهدناها هذه المرة. ما الذي يحدث في الفيفا واليوفا وغيرها من الهيئات الكروية؟ مساء الخير محمد، مساء الخير لمتابعي قناة شروق الجزائر، تشرف بالتواجد معكم. بكل تأكيد نظام المعاملة بالكيل بمكيالين اختلفت كثيرا ما بين نحن، لن أقول العرب بل نحن دول العالم الثالث والقارة الإفريقية، وما بين ما يحصل في القارة الأوروبية. هناك أصحاب البشرة البيضاء والعيون الزرقاء يتعاملون بطريقة مختلفة. علينا ممنوع مطلقا منذ عقود أن ندخل السياسة فيما يخص الرياضة، وأن ندعم قضايانا، أن نتحدث عما يؤلمنا، عما يوجعنا، خاصة في القضايا الفلسطينية، ما يحدث في من انتهاكات من الكيان الغاصب في اتجاه الشعب الفلسطيني الصامد حتى اللحظة. وشاهدنا على مدار سنوات تمت معاقبة أندية، اتحادات، نجوم عرب كثر بسبب عملية المساندة لهذه القضية، ودوما يتحدثون بذات النبرة بأنه لابد أن تبقى الرياضة نقية، بعيدة عن السياسة، بعيدة عن أي شيء ينقصها. ومع ذلك احترمنا الأمر وتقبلنا المعلومة، ولكن عندما أصبح الأمر يتعلق هناك ببني جنسهم، بشرتهم، عندما دخلت روسيا في أوكرانيا أصبح كل شيء مباح. لماذا؟ لا نعلم. هل هو التمييز؟ هل هي التفرقة العنصرية؟ هل نحن لا نستحق أن ننال التقدير الكافي واحترام الكافي من أجل أن نعبر عن قضايانا، بينما هم سمحوا للبريمير ليج، سمحوا في الكالتشيو، هناك في الليغا الإسبانية، هناك في البوندس ليغا الألمانية، بمختلف أنواع الرياضات والاتحادات ونوعية اللاعبين والجماهير، الكل لديه الحرية للتعبير عن رأيه وإدخال الأعلام وإدخال الشعارات، ليس فقط من أجل لا للحرب، ولا أيضا من أجل دعم أوكرانيا، من أجل الضغط. بالتالي هم استخدموا الرياضة كورقة ضغط على ما يحصل على الغزو الأوكراني من أجل أن يضغطوا على روسيا في ذلك الوقت. إذن هم استخدموا شيء كانوا يتحدثون لسنوات وعقود بأنه يجب أن يبقى بعيد عن السياسة، ولكن الآن هو يستخدمونه كحد أهم الأوراق. وشاهدنا ذلك عندما يتم عزل روسيا رياضيا، سواء اتحادات سواء لاعبين، من مختلف الرياضات، من مختلف الاستضافات، من مختلف المشاركات، من المنتخب الروسي، الأندية الروسية سواء كرة قدم أو كرة سلة، والاستضافات بالنسبة للمدن، وذلك فقط من أجل معضلة سياسية. بالتالي هي أصبحت لعبة مصالح ونفوذ، ولم تعد فقط هي لعبة شعارات وقوانين كما كانوا يتحدثون في السابق. واضح، شكرا جزيلا لك معتصم يونس، كنت معنا مباشرة من الأردن، المحلل الرياضي الأردني. إذن كان هذا